يا مساء الفل، احنا متابعين في الدنيا وحشتوني جدا جدا. النهاردة اول فيديوهات زينة رمضان 2023. كل سنة وانتم طيبين. السنة دي هننزل زي ما متعودين كل سنة مع بعض، هننزل افكار جديدة وحصري على القناة، وكمان هتكون سهلة ومش مكلفة وعلى قد الايد. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. النهاردة هنعمل مع بعض طبلة المسحراتي بشكل جديد مختلف للشخصية الكرتونية اللي طفلك يفضلها. احنا كل سنة متعودين ان احنا بنعملها بقماش الخامية، وعملنا منها شكلين قبل كده مع بعض في القناة. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوهات التانية، ان شاء الله هتعجبكم. النهاردة برضو هنعمله بالشخصيات، بقى يعني مختلفة شوية بالشخصية اللي طفلك بيحبها زي ما قلتلكم. طبعا القماش ده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، في منه شخصيات رمضان، وداخل كمان معاه اللي هي المربعات بتاعه الرسم اللي هو الاندلسي او الرسم اللي هو الفيكتور اللي انتم شايفينه ده. هناخد بقى اي شخصيه كرتونيه من شخصيات رمضان الطفل بيحبها، وليكن مثلا هناخد بوجي وطمطم. تمام، زي ما انتم شايفين مليان شخصيات ومليان اشكال كتيره جدا، وشكله مبهج كده وجديد في نفس الوقت. خدت الشكل بتاع بوجي وطمطم والمربعات بتاعه الشكل الاندلسي دوت او الفيكتور ده، اخدت منه 3 قطع. هنجيب بقى معانا علبة من علب الحليب، او علبة صلصة من الصفيح، او علبة سمنة، او علبة بلاستيك. ما توقفيش نفسك، اي حاجة موجودة عندك اشتغلي بيها. انا هشتغل معاكو هنا بعلبة الحليب دي، والنهاردة هنغلفها مع بعض باسهل طريقة. طبعا القطعتين اللي هما مربعين دول هنلزق واحدة كده الاول منهم ونثبتهم باستخدام مسدس الشمع زي ما انتم شايفين كده، وهثبت التانية برضو قصادها بنفس الطريقة. ودي اسهل طريقة زي ما قلتلكوا تقدري ان انت تغلفي بيها العلبة، مش هتحضر معاكي قماش خالص اهو. بعد ما خلاص لزقت القطعتين مع بعض، طبعا في فواصل هنا هنداريها وهقولكوا هداريها ازاي الفواصل بتاع القطعتين القماش. الاول بس هناخد كده سايبين زي سنتي من فوق وسنتي من تحت، جزء كده يعني من القماش، هقصه حوالين داير بشكل عشوائي، وهبتدي ان انا اتنيهم على جوه والزقهم باستخدام مسدس الشمع. وهنا هلزق واشد عشان الشغل بتاعي يكون مشدود ويكون الفينش بتاعي كويس. كده عملت الجزء اللي من تحت، هعمل كمان الجزء التاني من العلبة. عايزه اقول لكم لما الطفل هيلعب بيها هتعمل صوت وهتكون حلوه جدا، وكمان الطفل هيتبسط بيها جدا. بدات كمان الزق الناحيه دي زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشغل كله سهل وبسيط، تقدري ان انت تعتمدي عليه، مشروع مربح كويس يعني. وكمان زي ما انت شايفة بنفنش الحاجة زي ما احنا متعودين، كل مرة بنفنش الحاجة بتاعنا فينش عالي جدا. بعد ما خلاص تنيت الزيادات هاجي اخد قطعة من قطع القماش والزقها كده في القاعدة بتاعت العلبة بتاعتي من تحت اهو، الزق برضو واشد، وهاجي بقى اقص الزيادات دي خلاص انا مش محتاجاها خالص. لو وصلتي للجزء ده معايا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو، تشتركي في القناة لو اول مرة بتشوفيني، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما تنسنيش في كومنت برضو حلو منك، بيشجعني بقى مبسوطة قوي من كومنتكو والتواصل ما بيننا. جبت كمان الغطا بتاع العلبة اللي معانا، واخترت الشخصية الكرتونية زي ما قلتلكوا، شخصية الشخصية الرمضانية، وانا اخترت زي ما قلتلكوا بوجي وطمطم. هاجي بقى هنا استخدم الشمع برضو في اللزق والزق كده الغطا زي ما انتم شايفين. بعد كده الوصلتين اللي احنا قلنا هنداريهم هنداريهم بالفرنشة. عندي فرنشة البيضة وفرنشة الصفرة، هستخدم هنا الفرنشة الصفرة، بحس ان هي مبهجة اكتر. وكمان الاطفال بتحب الحاجة بتاعت رمضان بتبقى ايه فيها فيها يعني شغل كده، شغل رمضان بيكون ظاهر فيها والالوان بيكون ظاهره فيها قوي، الاطفال بتحب الحاجات دي اهو. نزقت على الوصلتين بتوع القماش، هاجي الزق على الغطا كمان حوالين داير كده من فوق، وهلزق كمان في العلبه من تحت. بعد ما نزقت خلاص من فوق من تحت، شايفين الفينش يا بنات، شايفين شكلها حلو ازاي.
بعد كده هجيب اي قطعة خرطوم عندي او عصاية خشب او خرطوم كهربا، هبتدي ان انا يعني اقص كده قطعة منه تمام، وهبتدي ان انا اغلفه باستخدام القماش. طبعا القماش ده بيكون الكنار اللي بيبقى في حرف القماش اهو، هلزق برضو من على الاطراف واتنيهم كده بالسن بتاع مسدس الشمع، واحط كده قطعة شمع تمام، واضغط على الخرطوم كده من فوق عشان بعد ما تنيت يعني القماش من جوه عشان الفينش بتاعي يكون كويس ومظبوط، عشان كمان لو هتستخدميها ديكور تكون شكلها شيك. طبعا الطريقة قدامكم سهلة اهي وبسيطة جدا، نقدر كلنا ننفذها، طبعا كلها حاجات موجودة عندنا في البيت. اهو هنا لزقت الفرنشة على الوصلة بتاعت القماش، هلزق كمان من الناحية التانية. هنا معانا وصلة قماش واحدة بس هضطر ان انا الزق من الناحية التانية عشان اديها شكل جمالي اكتر. بعد ما خلاص لزقت من الناحيتين، شايفين عايزة اقولكم تعمل صوت حلو جدا، تقدري كمان تخلي اولادك يشاركوا معاكي العمل ده، يكونوا مبسوطين جدا بالحاجة اللي عملوها بايديهم. اهو عملت كمان شخصية تانية من عم الشكشك. طب هنعمل بقى لو ما عندناش القماش ده او مش عارفين ان احنا مش لاقيينه يعني او مش متوفر معانا، هنعمل مزج بين الخيامية وبرده شخصيات الكرتونية بتاعت رمضان، وهقولكم الشخصيات هنجيبها منين. بعد بصوا ما غلفتها بنفس التغليف بتاع الخيامية، غلفتها يعني بقماش الخيامية بنفس التغليف بتاع الطبلة الاولانية اللي اشتغلناها مع بعض. طب الشخصيات الكرتونيه دي بقى جبتها منين؟ جبتها من القماش اللي عليه تابلوهات بتاعت رمضان. قصيت الشخصيه برضو اللي انا عايزاها واخترت فنانيس. كده عملنا مزج بين الخياميه والشخصيه الكرتونيه، وكمان عملنا الاولانيه كده اهو بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، مفيش اسهل من كده. اتمنى يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، متنسينيش لو اول مره بتشوفيني زي ما قلتلك كومنت حلو منك ولايك كمان جميل كده منك، وكمان تشتركي في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.